هي برضو كريمة وعلاء، تمام، علاء سبلان جدي بنت اسمها أسماء، قال لي دي مسؤولة التسريبات في رصد، تمام يا فندم. قلت له أنا مش مقتنع إن دي مسؤولة التسريبات في رصد، أنا أعرف ناس من رصد شباب اللي هو عمرو سعد عزاز اللي كنت بشوفهم في الأقصى، فعمري ما سمعت الاسم ده، دي بقى بنت عم، تمام. فجت أسماء ومعاها علاء على كافيه في ورا الحصري على طول، يعني الحتة اللي قدام الحصري دي اسمها كل الأمريكية، فيها كافيهات كتير. فاتقابلنا، إيه يا عم إيه حكاية الورق دوت؟ قالت لي أنا أعرف معرفة شخصية بنت أمين السراوي. فأنا والله ما أعرف مين أمين السراوي. قلت لها أمين السراوي دوت كان في مكتب محمد مرسي، وفي ورق كتير جدا هم مطلعينه من جوه المكتب دوت، تمام، ما بين بقى امين واحمد عبد العاطي. البنت عندها شنط كتير، مبدئيا 3 شنط. كويس، ايه قصه الشنط دي؟ يعني رايحين فين بيها؟ قالت لي هم طالبين ان الحاجات دي تتنشر، وطلبوا مني انا، مش مني انا احمد، يعني كريمه طلبت ان انا انشرها. قلت له طيب انا ما امنش حد اول حد ما اشوف الدنيا دي انا اتصل معاك عربيه. على قال لي لا انا معيش. لو انت معاك عربيه قلت له معايا. قلت طب انا هجيب واحد انا واثق فيه، سامع محترم اتعرف عليه طبعا، اسمه محمد الكيلاني، تمام. احنا لسه ما شفناش اي حاجه، ومقابل الورق في المعادي في بيت اسماء، تمام. قلت له حاضر اجيب لكم العربيه يا كلاني. قالوا له تعالى لو سمحت. جه كلاني قابلهم، خدوا المراقبه في بيت المعادي، جاب الورق. طب هنفتح الورق ده فين وهنعمل ايه وهنروح ازاي؟ تمام، انا لسه ما اعرفش ايه في الورق. يعني البنت قالت شو حاجات من ان دي من مكتب محمد مرسي المراسلات، بس انا لسه هفتح واقرا الورق. صدق خالد حمدي، تمام، وجالي هو واحد صاحبي. خالد حمدي مين؟ خالد حمدي خالد حمدي رضوان ابن المهندس حمدي رضوان، مسؤول المكتب السياسي ل 5 سنين اعتقد، دي في طنطا يا في المنطقه الغربيه كلها، وكان عضو مجلس الشعب. رحنا لشقه خالد، تمام، فتحنا الورق، كانت صعقة لينا كلنا إنه الورق بالحجم الثقيل دوت، يعني إحنا مش متخيلين إن إحنا نمشي أنت بسرعة. ومين؟ كنت أنا قاعد في قعدة، أنا ومحمد الكيلاني وخالد حمدي اللي هو صاحب الشقة اللي أنا مكتوب عليها، وأيمن جاب وانضم وأسماء وضمنا أبو خالد بعد كده. شاف الورق قال لي يا إخوانا المرة دي لازم نكتفي. فجأة لقيت علاء جاي بيقول لي انا تواصلت مع الجزيره. قلت له تواصلت ازاي؟ قال لي انا تواصلت مع الجزيره عن طريق رغم ان ابراهيم المصري اللي عرفني علاء شغال في الجزيره مباشر مصر، تمام، لكن علاء كان عشان كاتب بيكتب كتير جدا في الجزيره توك، معروف في الجزيره توك، مدير الجزيره توك فلسطيني ويعرف كويس بيثق فيه جدا. اتكلم معاه في الموضوع، قال له تعالى لي علاء. قال له اجي لك فين؟ قال له اعتقد انه انا علينا لبش، يعني دي هنا في مصر جابش. قالوا طب انا بعت لك تطلع على تركيا. سافر على الجزيرة وقعد في شيراتون الدوحة، وكان بيكلمني سكايب، حتى ما بيكلمنيش فايبر بتاع سكايب، صوته صورة يعني. قابل ابراهيم هلال مدير قطاع الاخبار في الدوحة مصري، وبدأ يتكلم معاه في تفاصيل الموضوع. دي ايه؟ لا طب دي لا، دي دي لا، دي لا، يقول لي لا لا. قلت له ربنا يسهل عليك ان شاء الله، ربنا يسهل. فبدا بقى انا طالب نص مليون دولار، انا طالب مليون دولار، انا طالب كذا. قول على انا مش عارف الدنيا كانت تمشي ازاي، انا شايف ان احنا النهارده يعني مش صح وخيانه، وانا اعرف في داهيه. علاء لما راح هناك قابل رئيس مجلس اداره قناه الجزيره، تمام. خير ابراهيم كلمني في الكلام على الاقليه صوت وصوت، خير ابراهيم كلمني في موضوع الورق، تمام، انت ناوي انتوا عايزين كام؟ طب الورق ده يجي ازاي؟ الورق ده لازم يجي لي اصول هنا هو. فعلى قال له طب حضرتك من خلال يعني علاقاتكم انتوا حضرتك يعني حد يتواصل في مصر ويجيب الورق؟ قال له لا، سلمني الورق يا في تركيا يا في لبنان يا المهم خرجوا لي من مربع السعوديه مصر، يعني خرجوا لي من مربع علاء راح قال لي يا احمد بص، هم ادوني 20,000 دولار
تمام عشان مصاريفنا، عشان انت بتبهدل ورا، هبعت لك 10,000 دولار تمام تفوق راسك، ديون مش كويس، مش مشكله. تبعتهم ازاي يعني؟ قال لي عن طريق عبد المجيد السقا، ده واحد مصري شغال في الجزيره مباشر مصر، عشان انا مش هينفع ابعت لك، وانا ما تسلمتش عليا، ابعت لي على خالد، خالد حمدي. كل اللي انا قلت لك منه 500، احنا كل لسه ما كلمناش في الورق، يعني هو كل ده لسه ما كلمناش تاني، وما كلمناش في تفاصيل الورق، يعني عليها على طول هنتكلم، ما فيش سنين. ورئيس مجلس اداره الجزيره بعد كده هو بدا عليا يتواصل معايا احمد وحابب بقى ايه. طب بص هبعت لك، اتصل بكلاني، تعالى مكاني، ادوني بس على التليفون عشان نعم. فيقول له ايه؟ يقول له والله يا محمد، يا محمد الكلاني على، بيقول له اهم حاجه ما تضرش نفسك، انت تعرف تجيب لي بقى؟ يقول له انا هعرف. يقول له ازاي؟ يقول له بس الدوحه انتوا تخشوا لي جوه، انا يعني مش هعمل يعني، تخشوا لي جوه الصاله، انا مش هطلع بالورق ده. قال لي لا بس راجع لابراهيم هلال، وراح راجع للجزيره، واحنا قاعدين في الميتنج ده هتعملوا معاه كذا طرف. طب استنى نرجع له، نعرف ان ممكن ناخد ورق من فوق من جوه الطياره. فكان الموضوع انه الراجل سوفه اسبوعين مثلا عقبال ما جه على قاعد معاه مع ولا حلا، وقدم له واحد، قدم له على، قال له مش الدكتور علاء سملان اللي عارف انت انسان كويس وبتاع، قال يعني على الاقل ده مش قدمه لضابط مخابرات تمام. قال على، قال له والله ايش يعني، احنا محتاجين الورق باي شكل، مدينا يعني ابعت لك يعني 50,000 دولار، مشي نفسك يعني. كل شويه يديله في الاقامه، وقاعد شرف من الضحى، مش قاعد بقى. انا كان بيكلمني شرف من الضحى، الكلام ده كان قعدنا شهر، شهر ونص، ودي كانت الحاجات اللي انا مستغرب لها. انت يعني ازاي بتتكلم فلوس من ليه وانت بتدفع لك حوالي 2000 دولار في اليوم؟ فراح علاء، لانه كان علاء بيقول لي لا انا مش عاجبني المبلغ ده، بقول له علاء اي مبلغ مش عاجبك اخلص يعني. اشوف انا بقول لك في البدايه هبيع، هبيع يعني دول خلاص بيع يعني تمام. بس هندبر بقى فكره انه يعني نتفق معاه، ندبر بقى فكره كلامي، ندبر عن طريق السودان، نشوف حل فكره السفر يعني. طيب بالنسبه لكلامي غير ميعاد الرحلات بتاعته عشان يطلع على قطر. وكان المفترض ان هياخد الحاجه، واتفقوا معاه على اساس ان هو هيستلموها منه في مطار الدوحه. لا على الطياره كمان فوق. على الطياره. كان المفترض ان هو هيقابل محمد كياني من الطياره وياخدها منه. ايوه. طب وزاره المخابرات كان على صله بمين؟ بعلاء مباشره عن طريق ابراهيم هلال. الولد المسؤول عن الجزيرة توك، مدير إدارة الجزيرة توك. ماله؟ ده مسؤول التواصل ما بين علاء هنا في مصر. تابع معاه على إيه؟ هو كان عنده مشكلة مع علاء، كان بيتفق مع الفلوس. اتفق معاه على إيه؟ على الفلوس. كام؟ هيدي له مكافأة، هيشتري له مكافأة 50,000 دولار مبدئيا. أمال النص مليون والمليون ما هو ده المشكلة اللي كانت موجودة ما بين إبراهيم هلال مدير قطاع الأخبار، أنا بقول له أهو، وما بين علاء الفلوس، الكلام في الفلوس. علاء ما بيعملش تواصل مباشر عشان يتكلم مع مدير الاخبار، مدير الاخبار بيبقى يقول له ده علاء عايز كذا، علاء عايز كذا، علاء عايز كذا. قال له خليني انا، انت راجل بتاع تحرير، اقابل شخصيا رئيس مجلس اداره الجزيره. لما قعد علاء راح قايل له ايه؟ قال له مبدئيا كده يعني اعمل لهم بس صرف لهم مكافاه 50,000 دولار. وادوا لعلاء من ال 50,000 دولار 20,000 دولار. صرف لمين 50,000؟ ليك ولعلاء؟ لا لا. امال لمين؟ لعلاء. انا علاء بعت لي منهم 10,000 دولار. تمام. نظير مقابل ان بقى نجتهد بقى ونبتدي نشتغل ونجيب الملفات دي ونصفرها ازاي ونجيب بقيه الملفات. ونبتدي نشتغل في القصه دي.